باي لو فيستيفال. ورجعنا معكم جديد في ليالي رمضان بايلو فيستيفال، هذه البارتي اللي نختصوا فيها في الموسيقى، خلي يقولوا لايف سيشنز، وين يجيو بعدنا شباب فنانين خلي يقولوا باش يغنيوا لنا هنا في استوديو. دونك نحكيوا هنا على موسيقى لايف، موسيقى جديده بالنسبه للفنانين الشبان اللي موجودين بعدنا، كل كسوا موسيقتهم هما ولا حتى دي كافرز قدم، هذا الكل نسمعوه توا في اكسبريس تالنتس. في اكسبريس تالنتس اليوم بحثنا زوز فنانين، نحكيو هنا على ناجي عبيدي، مرحبا بك وصحة شريفتك. عايشك، ميرسي، متبالأمر. عايشك. وكيف كيف عبد العزيز بريرة، مرحبا. مرحبا عزيز، مرحبا بالناس الكل يسمعوا فينا يتفرجوا فينا، وميرسي بوكو على الانفيتاسيون الحلوة هذيا. شكرا. هذه الحقيقة فكرة يوسف بن عيسى، نوجه له التحية، هو اللي يستضيف في الفنانين ويعاون فيا في البرود خلينا نقولوا في الروبريك هذيا. دونك ناجي خلينا نبداو نحكيو معاك شوية، عارف لنا بروحك هكا في كلمتين. عسلامة الناس الكل، أنا ناجية، عمري 22 عام، من الكيف ونقرا ميديسين، جو شونت، نكتب أغاني، ونعزف عود ونعزف جيتار. تعزف عود وتعزف جيتار، دونك عبد العزيز بريرة كيف كيف؟ جوست أنا عمري 22. نقرا ميديسين؟ لا جو. ألوغ عبد العزيز بريرة، جرافيك ديزاينر، شونتور، خليت الجرافيك ديزاين على شيرة، تبعت موسيقى حاجة اللي نحبها. وتوا قاعد نخدم كشانتور في جروب توروس وقاعد نعيش بالموسيقى معناها. دونك هات مازلنا باش نحكيو اكثر معاكم شويه اخر، لكن هات خلينا نبداو من الاول بالموسيقى مع ناجي شنو باش تسمعنا من الاول؟ باش نسمعكم اغنيه اوريجينال نتاعي اب تو ماي بلاد، اسمها هبطت عندها عام. تلقاوها على كامل منصات الستريمينغ وفوالا هذيك هي اب تو ماي بلاد. دونك نسمعوا توا ناجي عبيدي. ميرسي. Ra pa pa ra pa ra pa 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 ra 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 pa ra 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 معاهم خلقت جوانا حضرت في اسمهم زيت لي اصلي في الليبراري طرت مشتري خنقني هواهم ليا برشا نسيت الواني اما صحيح كلامي اللي رباني عمرو الاصل ما هو فاني على قد ما ريت الوان قلبي ملان توحشت الواني ونقول نعم 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 قول نعم 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 ماني ملك الحد مليون it's only up to my ماني ملك الحد It's only up to my blood My blood, my blood حكيت بلغة ما فهموها صحت الشعرات ما سمعوها جمرة قلبي ما حسوها كيف شعرت شمت وواحد سكتت بلعت وتفات ما فهموها my blood.
برافو 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 ناجي عبيدي ما شاء الله تبارك الله عليك. دونك ندخل نحكي معاك توا هكا بسرعه، كيفاش كانت بدايتك مع الغناء؟ بديت موسيقى عمري 9 سنين، دخلت كونسرفاتوار، بديت بالعود وتعلمت الموسيقى العربيه. من بعد دخلت الليسي، دخلت في كلوب تونسي 88 ليسي بيلوت الكيف، وين هكا لقيت المجال باش نتعرف على روحي اكثر شنو نحب، وتعرفت معناها تعلمت لي انا نجم اي شير ماي تالنت في الغناء، وليت نهبط على انستغرام كفرز، وتعلمت لي انا نجم نكتب زيدا في اطار مسابقه كتابه الاغاني في تونسي 88. دونك وتوا العباد اللي سمعتك واللي تبع فيك على الانستغرام وين نجموا يلقاو؟ الحقيقة نجم يقاوني أكثر على انستغرام، شوي أكتيف أكثر حاجة سينو على اليوتيوب، وإن شاء الله كي نهبط أغنيتي اللي هو في الطريق معناها وكل شيء يلقاوني على سبوتيفاي. ديجا منهم أغنية من الأغنيات اللي هي باش تكون إكسكلوزيف هنا في استوديو إكسبريس إف إم، هي اللي من بعد باش نسكروا بها ليميسيون. لكن توا الجهة اليمين نار 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 كيما خلينا نقولوا. دونك نتلفت لعبد العزيز بريرة. عبد العزيز اي شنو باش تسمعنا توا اليوم؟ باش نسمعكم اغنيه ريل لاف نتاع مساري، اغنيه قديمه، دونك قررت باش نعاود لها كفر، ان شاء الله تعجب الناس الكل. دونك ريل لاف بصوت عبد العزيز بريره. Out of my mind, even though I don't really know you, I must have been running out of time. I'm waiting for the moment I can show you, baby girl. I want you to know I'm watching you go. I want you to pass me by. It's real love that you don't know about. Every now and then when I watch you, I wish that I could tell you that I want you. If I can have the chance to talk with ya, if I can have the chance to walk with ya, that I can stop holding it in and never have to go through this again, again. It's real love that you don't know about. Bravo, bravo, Brira. كيف كيف انت يا عبد العزيز، وين تعلمتوا الاغنيه وكيفاش كانت بدايتك؟ بديت حكيت عمري 8 سنين هكاك، والدي معناها يعطيهم الصحة فاقوا بيا كي عندي شوية صوت. دونك دخلوني حطوني في كلوب دو شون، بديت نتعلم شوية وأنا صغير. من بعديك جات حكاية الانستغرام، بديت نهبط بشوية فيديوهات ونجحت بشوية بشوية، من بعديك نلقى روحي في جروب نغني ونخدم. فوالا هذيك توا قاعد نتعلم أكثر معناها. أنا من الأول نتعلم فيش؟ قاعد نتعلم أكثر موسيقى عربية، خاطر أنا من الأول التوجه نتاعي كان في الأغناء أوكسيدونتال. لقيت روحي سافا غادي قاعد نتعلم بشويه بشويه، مازلت قاعد نتعلم، وكيف كيف توا قاعد نتعلم في الموسيقى العربيه خاطر هذيك ليدونتيتي نتاعنا وكل شيء معنا. دونك بالنسبه للعباد اللي سمعتنا توا وتعرفك زاد على الانستغرام، وين نجموا يلقاوك؟ نجم يلقاوني اكثر على الانستغرام عبد العزيز بريره. وفما جديد على قريب؟ فما جديد، عندي ديجا دي تيتر اوريجينال معناها نتاعي انا مغنيهم، سينون فما البوم جديد تستناوه ان شاء الله باش يهبط على لي بلاتفورم الكل، سبوتيفاي وكل شيء ان شاء الله. دونك شكرا لحضوركم. هكا بريسك وصلنا لنهايه ليلي رمضان باي لو فيستيفال. نحب نشكر ليكيب اللي موجوده معايا، سيرين حتيت في الاخراج، تقوى مدوني في الاخراج الرقمي، نشكر كيف كيف هيثم مخلوف في الاعداد، وياسين حافي كيف كيف في التنسيق والاعداد. كان معاكم عزيز اختاتا كوتي ميكرو. وفيت مازلنا ما كملناش تكنيكمون، لكن هذا باش يكون اخر ميكرو. توا باش نخليكم مع ناجي عبيدي. شنو باش تغني لنا ناجيه؟ باش نغني لكم اغنيه اوريجينال اسمها ما تداووش. ما تداووش، ما تداووش بصوت ناجي عبيدي. جيني عالبل غنيتي في نص الليل، وتقول المتقال تخبى وتعب الحيل على حكاية توفات وفي راسي ما توفاش، ونشوف اللي فات ونتوحش اللي ما جراش. تعيت انا روحي عديت ايامي همي في اللي ما موش،
وتقول لي ما تروفي علي مشى وخلونا ورا مرافوش ونشوفك في جروحي المتداوش ونشوفك في جروحي المتداوش عمرها ما كفيت حكايتها حكايات صغار وفي لحظات نسيت يصيروا هاك اللي صار تعيتها انا روحي عديت ايامي همي في اللي مهموش وتقول لي ما تروفي علي مشى وخلونا وراهم مرافوش تعبت انا روحي عديت ايامي همي في اللي مهموش وتقول لي ما تروفي علي مشى وخلونا وراهم مرافوش قلبي وصاني خلينا بحثك قلبي ما عطاني كاش قلبك عطاك قلبي وصاني خلينا بحثك قلبي ما عطاني كاش قلبك عطاك تعبت انا روحي عديت ايامي همي في اللي مهموش وتقول لي ما تروفي علي مشى وخلونا وراهم مرافوش تعبت انا روحي عديت ايامي همي في اللي مهموش وتقول لي ما تروفي علي مشى وخلونا وراهم مرافوش ونشوفك في جروحي المتداوش ونشوفك في جروحي المتداوش ونشوفك في جروحي المتداوش كو ميرسي بوكو ناجية. ناجية اون فيت احنا نورمالمون كنا باش نسكروا ليميسيون ديريكت لكن بعد ما سمعت الاغنية نحب نعرف قصة الاغنية. اوكي مازال مازال اي رجعت بالذمة انا في الاغنية هذيك كتبتها it was like a therapy session for me كنت مانيش حاسة روحي مش محليني برشا سبب ليش يا اخي قاعدة وقتها على الكلافي قلت نحب نعرف السبب بشوي بشوي معناها وصلت اللي انه احنا ساعات نعيشوا حاجات في حياتنا اللي يخليو فينا جروح واللي ما يداووش واللي يبقى ويخليونا نتصرفوا بفاصة معينة ولا نحسوا حاجات على رواحنا بفاصة معينة واحنا we don't even realize دونك فوالا خرجت الاغنية هذي. وقتاش تهبط الاغنية؟ الصيف ان شاء الله. في الصيف ان شاء الله دونك حاجه اكسكلوزيف برشا دي تتسمى دونك الكلمه الاخرى عندك ناجيه. ميرسي عايشكم على الاستضافه عملت برشا جو ميرسي على البلاتفورم ولا كنت تحبوا تسمعوا حاجه تلقاوني على انستغرام ناجيه.ام بريره الكلمه الاخرى. الكلمه الاخرى يعطيكم الصحه الناس الكل ليكيب تكنيك يوسف الناس الكل ناجي زاد تبارك الله عليه انت خويا يعطيك الصحه واللي يحب يعاود يسمع جديد ولا يعاود يسمع الكفرز نتاعي كيف كيف يلقاني على الانستغرام ديما نهبط غاديك ميرسي بوكو ميرسي بوكو دونك مره اخرى نعاود نشكر سيرين حتيت في الاخراج تقوى بدوني في الاخراج الرقمي توا وصلنا لنهايه موعدنا ليلي رمضان